الماضية لكنها تحضر بعدد جيد في مباراة اليوم. منقولة للأهلاوية على الطرف الأيسر الجيزاوي، نقل كرة خطيرة، جول جول جول، الله يا عمدة، الله يا راقي، الله يا أهلي، هدف أهلاوي، هدف أهلاوي، وبالبدلاء عماد الحوسني من أنصاف الفرص يسجل، من أنصاف الفرص يسجل. قليل من الكرات اللي توصل للعمدة لكنها ثمينة عندما توصل له. جول للأهلي، خذ المدرج عندك الآن، اهتز بأجمل حلة، بأجمل صورة، بأجمل أنغامة، بأجمل لوحة تكون على الملعب. جول للأهلي، جول للراقي. وقبل ما ندخل على السبعينات، على السبعين دخلنا، واحد واحد عادت حكاية المباراة من جديد. واحد، هذه الطريقة يعشقها الحوسني، كرات قدام المرمى ما تقفل عن الحوسني، لأن غزال يعرف يتحرك في أرجاء الملعب. الغزال العماني يسجل هدف على طعم الألم الخاص في قدم الحوسني.